في الخامس عشر من نوفمبر من عام 2008 للميلاد كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله على راس وفد المملكه العربيه السعوديه لاجتماع قمه مجموعه العشرين الاقتصاديه في واشنطن وهي القمه الاولى التي تشارك فيها المملكه العربيه السعوديه بعد نحو تسع سنوات على انشاء قمه العشرين التي بدات عام 1999 للميلاد و تضم أقوى عشرين اقتصادا حول العالم جامعة قادة أكبر الاقتصاديات المتقدمة والناشئة جاء دخول المملكة العربية السعودية كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافا بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط إنما في المستقبل أيضا وقد اكتسبت المملكه عضويتها في مجموعه العشرين نتيجه لدورها الريادي في المحافل الدوليه وسياساتها الداعمه للامن والسلم العالمي وحرصها على لعب دور فاعل في تنميه الاقتصاد العالمي إلى جانب ما تتمتع به من مزايا اقتصادية متنوعة ومهمة ككونها مصدرا ومسعرا للطاقة العالمية والارتفاع حجم تجارتها الدولية إلى جانب امتلاك المملكة لثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم فأنا تطلع منها مشاركة خادم الحرمين الشريفين على رأس وفد سعودي كبير إن شاء الله أتوقع أنها ستنعكس جيدا على اقتصاد المملكة على نسبة التوظيف على استقرار أو على الأقل تحديد لمتهم أو حد معين لأسعار النفط وإنتاج النفط وكل هذه الأمور المتعلقة بالطاقة أتمنى حقيقة أنه يعني كثير من الأشياء تتحقق من خلال هذه القمة من خلال مشاركتنا وأن نستمر دائما يعني من صناع القرار في العالم ومن المؤثرين فيه سواء على المستوى النفطي او على المستوى الاقتصادي عموما. وكبت المملكه الاجتماعات المتتاليه لقمه العشرين في اعوامها التاليه فشاركت مره اخرى في قمه لندن التي عقدت في الثاني من ابريل عام 2009 للميلاد برئاسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله. في قمة مدينة بيتسبيرغ الأمريكية في الرابع والعشرين من سبتمبر 2009 للميلاد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رحمه الله وكانت المملكة على رأس الدول المشاركة في أعمال قمة العشرين في مدينة تورنتو الكندية في السادس والعشرين من يونيو عام 2010 للميلاد وذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وفي الحادي عشر من نوفمبر من العام نفسه شاركت المملكة أيضا في اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سيول في كوريا الجنوبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رحمه الله وشاركت المملكة العربية السعودية من جديد في اجتماعات قمة العشرين التي عقدت في مدينة كان الفرنسية في الثالث من نوفمبر عام 2011 ميلادية ورأس وفد المملكة حينها معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الذي رأس وفد المملكة أيضا في اجتماعات القمة التي عقدت في لوس كابوس في المكسيك في الثامن عشر من يونيو 2012 للميلاد واجتماعات القمة التي عقدت في سانت بطرسبيرغ الروسية يوم الخامس من سبتمبر 2013 للميلاد وفي الخامس عشر من نوفمبر 2014 للميلاد كان للمملكة موعد جديد مع اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي يقيمت في مدينة برزبن الأسترالية ورأس وفد المملكة حينها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه تدخل المملكة العربية السعودية إلى هذه القمة ولديها الكثير مما يمكن أن يقال تساندها إنجازات وجهد جاد ليس فقط لمصلحة المملكة العربية السعودية رغم الحرص الكبير على هذه المصلحة ولكن مصلحتها ضمن نطاقها العربي ضمن نطاقها الاسلامي وكذلك الآن من خلال هذه القمة ضمن اللاعبين الكبار في الاقتصاد العالمي عشر قمم شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماعاتها ضمن مجموعة العشرين الدولية وذلك في ظل مكانة اقتصادية وسياسية مؤثرة تحظى بها المملكة بين دول العالم. ومنذ المشاركة الاولى للمملكة وهي تحرص على تعزيز دورها الفاعل في المجموعة وتهتم بما يطرح في اطارها من قضايا حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع. شكل دخول المملكة الى هذه المجموعة الدولية ممثلة للعالم العربي والاسلامي وكعضو وحيد من منظمة اوبك شكل زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي واعطت قوة ونفوذا سياسيا واقتصاديا ومعنويا كبيرا يجعلها طرفا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. المملكة مشاركتها بالتاكيد ذا أهمية كبيرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، وبحكم أن هذا المؤتمر يعقد الآن في تركيا وتركيا تتولى رئاسة أو المرحلة الرئاسية لهذا المؤتمر خلال العامين 2015 2016، سعت تركيا من خلال توليها هذا المنصب ان تضع امام اهتماماتها ايضا اهتمامات الدول الصغيره الاخرى بحيث يصبح هناك تاثير ايجابي للسياسات التي تتخذها الدول او دول قمه العشرين فيما يتعلق باثارها على الدول الصغيره الدول الناميه الدول الفقيره وتؤثر ايجابا. تعول تركيا كثيرا على المشاركه السعوديه من ناحيه انها هنالك ظروف حرجه تمر فيها المنطقه الان في صناعة القرار السياسي والاقتصادي ونتوقع بان هنالك يكون هنالك دعم مشترك في في صياغه القرار الاقتصادي والسياسي من خلال هذا المؤتمر. وكان لنجاح القياده الحكيمه في توجيه سياسه المملكه الاقتصاديه ودعم الاقتصاد وقطاع الاعمال السعودي ابلغ الاثر في جعل المملكه العربيه السعوديه دوله فاعله في رسم سياسه الاقتصاد العالمي وقبله امنه للاستثمارات من مختلف دول العالم وفي وقت يشكل فيه الاقتصاد السعودي قوه ومتانه من بين اقتصاديات العالم يظهر ايضا قدره على مواجهه واحتواء التاثيرات السلبيه الناتجه عن تقلبات الاسواق العالميه نجد انه خلال هذا العام هناك اهتمام حكومي كبير بهذا الموضوع وانشاء لهيئتين سواء هيئه الاسميز او المنشات الصغيره وهيئه خلق الوظائف واستشار من المملكه وايضا ان يعني نسير في نفس الطريق اللي يسير عليه دول العالم الاخرى لم تات مشاركه المملكه في القمم العشرينيه منذ تاسيسها من فراغ حيث اصبحت للمملكه العربيه السعوديه مكانتها الدوريه الرفيعه ومشاركتها الفاعله في صناعه القرار السياسي الاقتصادي العالمي وبمشاركه المملكه برئاسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود في قمه مجموعه العشرين التي ستعقد هذا العام في مدينه انطاليا التركيه تؤكد من جديد مكانتها وثقلها الاقتصادي وتثبت استطاعتها لعب دور مهم في الاسهام بضبط وتيره الاقتصاد العالمي. تعول تركيا كثيرا على المشاركة السعودية من ناحية أنها هنالك ظروف حرجة تمر فيها المنطقة الآن في صناعة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي ونتوقع بأن هنالك يكون هنالك دعم مشترك في في صياغة القرار الاقتصادي والسياسي من خلال هذا المؤتمر. فنتطلع منها من مشاركة خادم الحرمين الشريفين على رأس وفد سعودي كبير. إن شاء الله أتوقع أنها ستنعكس جيدا على الاقتصاد المملكة على نسبة التوظيف على استقرار أو على الأقل تحديد لمتهم أو حد معين لأسعار النفط وإنتاج النفط وكل هذه الأمور المتعلقة بالطاقة أتمنى حقيقة أنه يعني كثير من الأشياء تتحقق من خلال هذه القمة من خلال مشاركتنا وأن نستمر دائما يعني من صناع القرار في العالم ومن المؤثرين فيه سواء على المستوى النفطي أو على المستوى الاقتصادي عموما عضوية المملكة في مجموعة العشرين ومشاركتها الفاعلة في قممها المتتاليه لها مردودها الايجابي على مكانه المملكه الاقتصاديه بين دول العالم كونها وفرت قنوات اتصال دوريه بكبار صناع السياسات الماليه والاقتصاديه العالميه ما سيدفع الى مزيد من التطوير للقطاعات الماليه والاقتصاديه ويصب في نهايه المطاف في مصلحه المملكه واقتصادها